قوى الأمن العام أو ما يعرف هنا بشرطة الغوطة الشرقية تنظيم عسكري أنشئ ليسد الفراغ الأمني الكبير بعد تحرير معظم مدن وبلدات ريف دمشق الشرقي وليكون نواة تحفظ للمواطنين أمنهم والعين الساهرة التي تحرس ممتلكاتهم. فعندما حصل فراغ أمني في هذه المناطق بعد أن تحررت تفرغ الإخوة المجاهدون أبطال الجيش الحر إلى الجبهات لصد العدوان الأسدي والاعتداء على هذه المدن، فأصبحت الحاجة ملحة في هذه المناطق لتغطية هذا الفراغ ولتسيير شؤون الناس المدنية، فتداعى العقلاء من كل بلدة ومن كل منطقة إلى تشكيل مخفر في هذه المناطق حتى يتظلم الناس فيه وحتى يشتكي الناس الذين لهم حقوق عند غيرهم. تتوزع قوى الأمن العام في جميع المناطق المحررة حيث تنتشر حواجز تابعة لها على أطراف المدن والبلدات وعلى الطرق الرئيسية تكون مهمتها إحباط أي محاولات للسرقة، كما تقوم بتسيير دوريات ليلية لحفظ أمن المواطنين. تم تشكيلة هيئة الإدارة العامة للشرطة بالغوطة الشرقية اللي هي تتألف عبارة عن 25 مخفر لكل الغوطة. طبعا هلأ مهماتنا هي أول كل شغلة تأمين حماية ممتلكات المواطنين، تسيير أمورهم، تسهيل حركة السير بشكل مناسب، التأكد من بعض الحالات اللي عم تصير معنا اللي هي عبارة عن تسلل من الأمن والنظام السابق. لا يقتصر دور قوى الأمن العام وعملها فقط في المناطق البعيدة عن مناطق الاشتباكات، بل تقوم قوى الأمن بنشر عناصر تابعة لها في جبهات القتال تحرس ممتلكات المدنيين لمنع حدوث أي سرقات. عملنا هون كقوى أمن عام نحافظ على ممتلكات المواطنين، وما حدا يفوت على بيت إلا صاحبه يكون مع ورقة نظامية موقعة ومختومة حفاظا على ممتلكات العامة وممتلكات المواطنين اللي هجرهم بشار الأسد من القصف والتدمير. المعاملة الجيدة وبعث رسائل الاطمئنان مع المواطنين هو أهم الصفات التي يتحلى بها عناصر قوى الأمن العام، حيث يتم تثقيف العناصر المنتسبة بهذه الأخلاق من خلال دورات تدريبية. فراحة المواطن وأمنه هو الشعار المرفوع لديهم. بعد الفراغ الأمني في الغوطة الشرقية تم تشكيل قوى الأمن العام، الهدف من تشكيلها حفظ الأمن والأمان وحماية ممتلكات المواطنين. لأورينت نيوز، يمان السيد، الغوطة الشرقية، ريف دمشق.